السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس هذا غادي يكون حول لو ديسان دي سيركل، كيفاش نرسموا واحد الدائرة اللي كنحتاجوها بزاف في لي ديسان ديالنا في الاوتوكاد. مهم، حنا غادي في الدرس هذا غادي نخدمو بزاف ديال لي زيكزامبل، وغنبداو من هكا من بازيك وخدام. مهم، باش نرسمو واحد الدائرة اوتوماتيكمون راه عندنا حنا واحد، عندنا في لي زوتي ديال لو ديسان عندنا سيركل، كنكليك عليها نقدر نرسم ان سيركل عادي بلو غاي. الاول سيركل عندنا في اوتوكاد كنسبيسيفيو فيها غير لو غايون ديالها، شحال غايون ديالها مثلا 50، اوتوماتيكمون كترسم لينا واحد سيركل فيها 50 في الغايون ديالها. احنا غادي ناخد واحد المثال، غادي نرسمو مثلا واحد مربع اللي الطول ديالو مثلا، انا خدام دابا بالمود اورتوغونال، دير فيه على حساب سميتو، باش يبقى عندي ديما واحد الخط اللي هو قائم الزاوية، باش كان يسهل عليا الرسم ديال المربع ولا المستطيل ولا حسب ديك الشكل اللي بغيت. المهم غادي يكون الطول ديالو 100 والعرض 100 100، وكنسدو ديما بلا كوموند سي كلور سي اونتري، كيتسد المربع ديالنا، ولا كنخدمو بلا كروشاج. المهم السيركل بغيت ترسم ربعة ديال لي سيركل دايرين بهاد المربع، هانت لا كوموند اكروشاج كونترول ولا بوطون دروات كيعطيني كاع لي في البارامتر، نختار لاكروش واش في ليكستريميتي واش في الميليو، واش عندي بزاف ديال لي بوسيبيليتي. المهم انا غرسم ربعة ديال لي سيركل، كل سيركل فيها مثلا 50، كنعاود نطابي اونتري، كتعاود تاكتيفي ليا لا كوموند ديالي اونتري، حيت اخر سيركل رسمت فيها 50 اوتوماتيكمون كيعطيني اوتوكاد كيقول ليا واش هاد السيركل هادي تا هي بغيتيها 50 اونتري. عاود اونتري عاوتاني، اونتري اونتري عاوتاني، اي اونتري. عندي ربعة ديال لي سيركل دايرين بهاد المربع. كاينة طريقة أخرى، نعاود نرسم واحد مربع عاوتاني، الطول ديالو 100 سي باش نسد، ولا بلا كروشاج كنسد أو أونتري. هاد المرة هادي بغيت نخدم دو بوان، نختار واحد البوان مثلا هنا ونختار واحد البوان هنا، باش اللي بغيت يجيني واحد المربع في الميليو ديال الدائرة. كاينة طريقة، بزاف ديال الطرق، المهم حنا غادي نشوفهم تقريبا كامل. ناخدو مثلا 3 بوان، بوان الأولى، بوان الثانية، بوان إلا خديت البوان الثالثة غادي يجي عاوتاني في الميليو. نختار في القند ديال المربع الآخر بوان الثالثة باش كيجي هكا. المهم كاينين هادو، من الاحسن ان الواحد يخدم هكا بايدو باش تدخل لك راسك. هادو هما الطرق باش نرسمو لي سيركل، اما بالغايون اما بلي بوان، على حساب مثلا انا عندي واحد لافو وبغيت نسدها. انا نعطيكم اكزامبل، بون في ليكزامبل انا عندي هاد البلان هذا، وشنو هاد البلان هذا بغيت نسدو من هاد البارتي هادي، اش غادي ندير؟ اوتوماتيكمون غنمشي غادي نختار سيركل تاكروشا بدو بوان، فهمتي؟ غادي ناخد هاد السيركل هادي اوتوماتيكمون، غادي كليكي في القنت الاول، عاود كليكي في القنت الثاني، كترسم لي السيركل ديال هنا اللي كيبان لكم هي طلعت بالكري والديسان بالبيض. غادي نعاود نقادها، غادي نلونها بالبيض ونزيد في
لا دونسيتي في ليبيسور ديال السير، كيفاش كتولي تبان ليا مقادة مع الديسان. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس هذا، المهم تشوفوا في الدرس القادم.